الحافظ صلاح الدين يطالب الحكومة الاتحادية بدعم إضافي في مجال الطاقة والإسراع بتعويض الفلاحين. قائد عمليات صلاح الدين في تصريحات خاصة لفضائيتنا يؤكد انهيار داعش والانفتاح على العشائر لضمان أمن مناطقها. اجتماعات بين النجف وبغداد لتشكيل تيار سياسي معارض لإسقاط حكومة عبد المهدي قبل تفاقم الأوضاع الداخلية. وزير الصناعة والمعادن يفتتح معمل المضادات الحيوية في سامراء.